ألف حكاية وحكاية ترويها هذه الأطلال، وهذا الفن المعماري، وهذه المدافع على قارعة الطريق لم تعد تطلق سوى نداء التاريخ. وإن اندثرت هذه المباني، فإن الدماء التي تسري في هذه الوجوه لن تمحوها يد الزمان، بل هي في تجدد من جيل إلى آخر. لم يكن الملك النبهاني سليمان بن سليمان ابن المظفر ليركب البحر إلى هنا في القرن السابع الهجري إلا مقتفياً آثار من سبقوه الذين بنوا باتي على يد الملكين الجلندانيين سليمان وسعيد ابني عباد سنة 75 للهجرة، ليؤسسا حكما دام حتى عام 565 للهجرة، وليسجل سليمان أيضا واحدة أخرى من أشهر الهجرات الكبرى إلى الساحل الشرقي لإفريقيا. هنا وجد استقبالا يليق به كملك مهاب في ضيافة الملك إسحاق البتاوي، وكأننا في فصل من الأساطير. الملك إسحاق يعجب بالملك سليمان فيزوجه ابنته أميرة الجزيرة، ولا تتوقف الحكاية هنا، فمن تقاليد الجزيرة أن يقدم لزوج ابنته هدية بعد أسبوع من مراسم الزواج، فكانت الهدية تنازله عن الملك لسليمان. أما سليمان بدوره فلن يخذل صهره وأبناء جلدته، فيؤسس حضارة جديدة لبني نبهان توسعت وتوطدت في هذا الأرخبيل على يد 33 ملكا من بني نبهان، بل وذهبت للأبعد حيث حكم بنو نبهان مايوت القمرية زهاء 200 عام، وليأتي من بعده اليعاربة ثم الدولة البوسعيدية إلى القرن 20.